السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من تواصل دوت كوم. نعرض لحضراتكم أبرز ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، والبداية بالعناوين. في العنوان الأول: استغلال السلطة في العراق يقود إلى قتل رجل والاعتداء على مدير مستشفى في انتهاك صارخ لحقوق الإنسان. في عنواننا الثاني: حيدر العبادي ينفي وجود 700 شخص مغيب من الصقلاوية، وأهالي المغيبين يثبتون بالأوراق ضلوع لجان التحقيق بالانتهاكات. في العنوان الثالث لدينا: تدمير منازل المواطنين في منطقة الزراعي في الغزالية لاعتبارهم متجاوزين، ما يرفع عدد المتشردين العراقيين في الداخل. في خبر الأول، طبعا هي مجموعة من الملفات سنعرضها لحضراتكم. أول ملف لدينا: قيام ضابط برتبة عقيد في وزارة الداخلية في العراق بقتل أحد الأشخاص بمنطقة الغزالية في بغداد بعد أن تدخل لفض شجار بين العقيد وبين جيران العقيد، نشب بسبب كيس تشيبس للأسف. خلاف على كيس تشيبس يحرم طفلة في الرابعة من عمرها من والدها، هيثم يقتل بدم بارد بسلاح حكومي في وقت يطالب ذوي المجن عليه القصاص من الجنات. طبعا الموضوع موضوع الاعتداء او استغلال السلطه في العراق بشكل عام. اعتداء بالضرب المبرح على مدير مستشفى الجمله العصبيه من قبل بعض المنتمين للاحزاب في ظاهره تتكرر يوما بعد اخر في العراق الان. هذه المشاهد اعتادت عليها اغلب مستشفيات بغداد، واخرها مستشفى الجمله العصبيه، والاعتداء بالضرب المبرح على مديرها من قبل أشخاص تابعين إلى أحد الأحزاب السياسية. طبعا الآن نتابع الوقفة الاحتجاجية التي نظمها الملاك الطبي في المستشفى ضد الاعتداءات والانتهاكات المتكررة ضد الأطباء، فنشاهد. نخرج من هذا الملف بخلاصة أن استغلال السلطة الموجود الآن في العراق يقود إلى الاعتداء على الأطباء، اعتداء على المواطنين في الشوارع بشكل عام. كما تابعنا في المقطع الأول الذي عرضنا، عقيد في وزارة الداخلية استغل المنصب الذي منح له، وبالتالي قام بقتل أحد المدنيين، وبالطبع يعني لا يمكن محاسبة هؤلاء لأنهم فوق القانون في العراق. كذلك بالنسبة لموضوع الأطباء، أي شخص يذهب إلى المستشفى يفقد حياته في هذه المستشفى جراء عملية جراحية أو غيرها، يهم الأهالي أو ذوي الضحية بالهجوم على الكادر الملاك الطبي، طبعا الاعتداء على الأطباء. نعم، هناك من الأطباء من هم مقصرون، ليسوا كفؤا لهذه الوظيفة ولهذا المكان الحساس، ولكن بالمجمل لا يمكن إلقاء اللائمة على الطبيب لأنه الموضوع خرج من يده. يعني بشكل عام طبعا نتكلم على الأطباء المحترفين
القادرين على القيام بوظائفهم بشكل صحيح. استغلال هذا الموضوع، عشائر تأتي للاعتداء على الأطباء، استغلال قوة السلاح، تفشي السلاح بيد المجتمع بشكل عام عن طريق عشائر أو ميليشيات، تقود إلى الاعتداء المستمر سواء كان على الملكات الطبية أو استغلال السلطة من أجل الاعتداء على المواطنين المدنيين. في موضوع ثاني، حيدر العبادي تحدث عن حادثة مختطفي الصقلاوية 700 ونفاها تماما، واتهم ذويهم بالتلفيق. هذا أيضا اعترف بمقتل 17 شخصا بمنطقة السكر، كما وتحدث عن تشكيل لجنة تابعت الأمر. فنشاهد حديث العبادي. أظن ملف ساخن هي الصقلاوية بصراحة، اللي هو شكلنا لجنة تحقيقية برئاسة نائب محافظ الأنبار وأيضا بكل الجهات الاستخبارية والأمنية ممثلة به، وقامت بتحقيق كامل، رفعوا إلى تحقيق، صادقت على توصيات التحقيق وتم تحويله إلى القضاء. بالطبع ينشر بالعلن شيء، بس بعد التحقيق أعطينا صلاحية اللجنة كاملة. اللجنة أي مكان تشك فيه في وقتها أو لديها معلومات لوجود قد ناس مدفونين أو غيرها، بسرعة يذهبون إلى بكل الدعم القوات الأمنية وقيادة العمليات في تلك المنطقة، واللي قامت أيضا بالبحث. صارت ادعاءات كثيرة، بحثوا بصراحة ما لقوا مقابر. مقابر من هالنوع اللي تم ادعاء بهذا الحجم لم يلقوها، بس يبقى أكو شهادات لناس يدعون أنه أبنائهم تم فقدهم. الوحيدة يمكن هي تم تثبيتها، اللي هي جريمة قتل 17 من المدنيين في قريب المنطقة، نسيت الآن، يعني شرق الصقلاوية، واللي متهم في القتل أكو شهود عليه، تم سجن، تم إلقاء القبض عليه وتم تم الحكم عليه، تم الحكم عليه. أنا ما طلعت على قرار الحكم، يم القضاء، تم إحالة القضاء، هاي مثبتة، لأن القتلى المغدورين موجودين، أكو شهود وجزء منه مثبت. أما الباقي هناك ادعاء بصراحة بأعداد كبيرة جدا للجنة، بالتأكيد تقريرها يقول ما توجد مثل هذه الأعداد، لأن حققوا في روايات لم تثبت. طبعا من منذ الاحتلال وحتى هذه اللحظة لم تخرج لجنة أو كلتها الدولة أو السلطة في العراق، بغض النظر من كان رئيس الوزراء وقتها، بالتحري عن أي قضية في العراق، وعادت بنتائج ذات منفعة على المجتمع، هي دائما تعود بنتائج سلبية. يعني الحكومة شكلت لجنة من الحكومة المتهمة طبعا بالفساد بالذهاب للتحري عن موضوع إن فضح طبعا وإن كشفت الحقائق سيكون ضربة لهذه الحكومة، فبالطبع ستقول لا يوجد من هذا الكلام أي شيء. هذه النقطة. النقطة الثانية موضوع ال 17 شخص اللي يقول أنه تم قتلهم في السكر وهي الحالة الوحيدة المثبتة. طيب ما 700 شخص أيضا عوائلهم تشهد وهم شهود في هذه القضايا المتعلقة بعملية خطفهم وتغييبهم، وحتى هذه اللحظة لا أحد يعلم أين هم. نتابع الآن رد العوائل بالوثائق والأدلة على افتراءات العبادي طبعا، وما الذي فعلته اللجان التحقيقية التي أرسلها حيدر العبادي. فنشاهد. شكلها الأستاذ قاسم، هو مهندس معماري، المحافظ السابق قاسم محمد عبد، المحافظ السابق، هو مهندس معماري. اللي دخل بالسياسة شنو بس أريد أعرف، هو مهندس معماري دخل بالسياسة، هو عن طريق هذا الزيد، حتى من لقب لقائد ما يستاهل هذا اللقب، زين، هو وهذا الزيد، ويا كم ضابط طبعا سوون شكلون هذا اللجنه. بالله عليكم اكو مهندس يشكل لجنه تحقيق عن الارهاب؟ شو بعرفه هو الجابه ينسال عن الاسمنت، عن غير امور، ما يجي على السياسه، زين، مشكل لجنه من 13 او 14 عنصر، يعني بدون يسوون تحقيقات وتعذيب وامور، يعني تخيلوا وتصوروا، اقسم بالله العظيم
حتى من ضمنهم يعني مشترك وياهم قاضي من القضاة. لا مو حافظ. استاذ خالد المشاداني بالتحديد. استاذ خالد المشاداني دمر الرمادي تدمير وحسبي الله ونعم الوكيل بيك. حتى الاهالي طبعا خاف ما يجون يحضرون عليك. خاف ما يحضرون يشوف العوائل يا استاذ خالد. ترى ندع عليك ببيوتنا. رملت هواي نساء. المعتقل اذا يدخل المعتقل اذا يروح المعتقل اذا ياخذوه عمود تحقيق مكافحه الاجرام يعترف من اول مره يعترف او ما يعترف يرجعوه مرتين او ثلاث مرات الا يعترف بالشيء اللي يريده هو وهادر زيك. زين تهددونا بالعرض تهديد اسمحي لي طبعا انتوا اعرف الرجل الطلقه براسه اهون من كلمه على حتى ذا بنيه صغيره مو على عرضه. صحيح بدا يحكي على عرضه على امه على اخته على زوجته طبعا يفضل نفسه يبدي نفسه على عرضه صح لا مو صح؟ عندنا بالادله القاطعه 13 معتقل انقتلهم بالتعذيب هاي اسمائهم 13 معتقل يا شريف يا هادر زيك تقبل اختك او بنتك او زوجتك اللي هي نسرين احمد خاف تنكرها اكو بشهاده الوفاء له اسمها خاف خفيتوها جثتها اسمها موجود بالميلاد لازم لها شهاده لازم لها جنسيه لازم لها قرايب يطلعون صورتها لازم لها زين اذا تخفي جثتها ما تنخفي هي الناس تشهد نسرين احمد ايش قلت لنفسك لما علقوها تعليق؟ ايش قلت لنفسك لما علقوها بالشنقال؟ ايش قلت لنفسك لما يطلع تتكشف على الناس؟ ايش قلت لنفسك يا حقير يا سافل؟ بس صدق حتى اذا مشت وياك الدنيا صدق حتى الامر شار ما يعفلك يا صدق. قاضية نازك هددتني وتعرفني انا منو؟ ها؟ قالت لي والله اذا ما رحت منا وعندي شهود وهاي براءه زوجي والله العظيم لاجيبك وياهم. بأربع أرهاب وأقول لقيتك مفخخة وأقول طبت علي أنا مفخخة وعندي التقاص أقسم بالله هددتني القاضية نازك والله على ما أقول شهيد هي والمحقق ظاهر حسبي الله ونعم الوكيل. قاضية تهدد المواطن أنه إذا لم يرحل من هذا المكان سيتهم بأنه كان مفخخا في إحدى المناطق أو كانت مفخخة بالنسبة لهذه الحادثة. طبعا الموضوع كله مرتبط باستغلال السلطة ما دام يعني ما زال الموضوع بالعراق بهذا الشكل طبعا والحقوق لا تعود الى اصحابها اذا لا يتوقع من اي لجنه تشكل او اي حديث من العبادي او غير العبادي على لجان تحقيقيه تشكل لانها لن تكون ذات منفعه. هيثم الجبوري النائب هيثم الجبوري عضو لجنه ماليه تحدث في وقت سابق قال بانه بعد ان خلصنا في التحقيق طبعا احنا حنخرج من الموضوع قليلا ولكن لكي يوضح لكم اللجان التحقيقيه قال بانه بعد أن خلصنا بتحقيق معين في قضية معينة مختصة بغسيل الأموال في العراق أو سرقة الأموال أو غيرها عندما وصل التقرير أو كاد يصل إلى المحطة النهائية له وهي التي يبت بها كقضية تم حل هذه اللجنة وتم استبعاد هذا التقرير من مكانه حتى وإن كانت هذه اللجنة قد وجدت أشخاص المفقودين والمغيبين من الصقلوية يعني وضعنا هذا الموضوع كاحتمال وذهبت إلى البرلمان أو ذهبت إلى القضاة سيتم تجريد أو يعني تجريد طبعا اللجنة من الصلاحيات حل اللجنة وكذلك إخفاء هذه القضية. هذا بشكل عام ما يحدث في العراق. في الموضوع الثالث طبعا مواطن يتحدث عن تهديم منزله بمنطقة الغزالية الزراعي والذي بناه بالدين وهاجم السلطة في مشهد يعكس إهمال الحكومة للمواطنين في العراق وكذلك عدم اكتراثها بمصيرهم بعد تدمير منازلهم فنشاهد. يا يعني انا 20 مليون والله العظيم كلاتين سيلولا يعني الله ما يقبلها يعني يجيبوننا على المسجد يجيبوننا على شغلات التعبانه والله العظيم حرام عليك. ليش من يطب 18 سيد مقتدر سيد الصدر قال لك انت ولد المعارك ضو ليش؟ هاي العالم كلها راحت اضحيه هاي بيت شهداء سيدية كفاءات زراعي فشوهم وصلت شايتنا دولة شايفة مد الفقير أول مرة شوف دولة مد الفقير عم الشيعة مو مال الدولة قوم مشلبي فيها والله مو مال الدولة هاي البيوت يا
بها قرار من الحكومة وقاضي موقع عليها يقولون مزورة وفرشوا البيوت كلها. شهداء سيدي الكفاءات. طيب نتابع الآن في نفس الموضوع طبعا نفس القضية تحديدا. منتسب في القوات الحكومية يتبرأ من السلطة بسبب سياساتها التي عادت بالخراب والدمار على الشعب، فنشاهد. كنصف ليش؟ ليش؟ اتلمي اتلمي وانت الدوله تخدم بيها وتحمي اعراض العالم ويجي يقول لي اقول له سيدي هاي يقول لي والله الله يعوضك شو اسوي؟ هو مقضيها ونسى وما ايش مدري هو شو اسوي؟ دعسني انا بهاي الدوله انا اخدم بيها دعسني طابوقه ما لام وهاي الدوله كفيلك العباس ابو فاضل ها خاف تقول خليه يصور هاي يدوس على راسي كفيلك الحسين. طيب في نفس القضية نكمل الحديث. مواطن يتحدث عن تهديم المنازل ويدعو لتهديم القصور التي استحلتها السلطة بدلا من ملاحقة الفقراء وتطبيق القانون عليهم، فنشاهد. السلام عليكم. أنا اليوم أتكلم بصفة الشخصية وليس بصفة دائرتي الإعلامية حتى لا يجيني واحد يصير شريف براسي ويقيم دعوة قضائية على الدائرة مالتي، لا بصفة الشخصية، وإذا عنده شيء خليه يجي يواجهني. رسالتين عندي، الرسالة الأولى للشرفاء خليه يصيرون على الصفحة، والرسالة الثانية إلى اللوقية والحرامية في أمانة بغداد. يعني أنتم ما لقيتوا إلا تجون على الفقراء تهدمون بيوت عليهم وعلى أطفالهم وعلى نسائهم في هذه الأيام. زين أنتم ليش ما تروحون تفنشون البيوت؟ والقصور والأراضي اللي اختصبوها السياسيين واللي أخذوا الشقق الصدامية يعني استحلوها، ليش ما تروح تفتشوها عليهم على رؤوسهم ذول الفاسدين السياسيين؟ إذا عندكم غيرة وشرف روحوا فتشوا البيوت والقصور اللي استحلوها. إذا بيكم زود روحوا فتشوا القصور وبعدين تعالوا فتشوا بيوت الفقراء. هذول شنو ذنبهم؟ اللي مشتري بيت زراعي ب 20 مليون 30 مليون و 50 مليون تجون تفشوه شفل على اطفالهم وعلى نساهم. ما عندكم غيره، ما عندكم شرف. والله العظيم لو عندكم غيره وشرف كان ما عملتوا هذا الشيء، تفشون البيت على عائله على اطفالهم على نساهم. بس ما عندكم غيره وشرف مع كل الاسف. وانتم مو عراقيين، لو عراقيين وعندكم غيره عراقية ما تعملون هذا الشيء. في البداية مشاهدين الكرام سنبدأ اليوم بفقرة هاشتاج ثم بعد ذلك ننتقل إلى آرائكم. طبعا الموضوع في الهاشتاج هي مباراة العراق مع قطر التي انتهت يوم أمس طبعا بانتصار بفوز الفريق العراقي طبعا بهدفين مقابل هدف واحد في بطولة الخليج 23 التي تقام في دولة الكويت. نتابع التعليقات أو التغريدات التي جاءت على هذا الموضوع. عبد الله بن حمد العذبة يقول كل التهاني للعراق بهذا الفوز، الرياضة تقربنا، فشكرا للكويت وطن النهار على جمعنا يا إخوان، العراق قطر هاشتاج. طبعا في تغريدة أخرى فاطمة تقول مبروك الفوز للعراق تستاهلون، وعقبال الكاس واللعب كان رائع ومنافسة أروع، وهارد لك يا منتخبنا، هارد لك للمنتخب القطري. في تغريدة أخرى علاء البصري يقول بصراحة من البارحة لليوم مو قادر أنسى فرحة الفوز، حقيقة كانت أجمل لعبة في البطولة وبها تكرر حصول لاعبنا الشاب حسين علي على جائزة أحسن لاعب، الله يديم الانتصارات إن شاء الله. وفي آخر تغريدة لدينا علي الساعد يقول ألف ألف مبروك الفوز لأسود الرافدين على منتخب قطر الشقيق الذين كانوا ندا قويا، خطوة كبيرة جدا باتجاه التأهل لدور نصف النهائي. طبعا مبروك للمنتخب العراقي وهارد لك للمنتخب القطري. سنأتيكم بعد قليل بفقرة أراكم للحديث بهذا الموضوع أكثر. طبعا بفقرة أراكم الموضوع مرتبط بالمباراة التي حدثت ما بين العراق وقطر، عمليات الرمي، إطلاق النار العشوائي التي تحدث في كل مناسبة في العراق إن كانت أفراح
أو مياتم وأحزان، والتي تتسبب طبعا بوقوع ضحايا أبرياء لا ذنب لهم. نعرض في البداية مجموعة من الصور التي وردتنا. صورة طفل صغير أصيب برأسه طبعا جراء الإطلاق النار عشوائي، هذه صورة الرصاص المطلق طبعا. للواقع طبعا لدينا مجموعة كبيرة من الصور، هذه صورة رصاصة ضربت إحدى السيارات، وأيضا شخص مصاب بقدمه، وأخيرا رجل كبير في السن أصيب أيضا بالرصاص العشوائي. لدينا مجموعة كبيرة جدا من الصور، ولكن الوقت لا يسع نتابع التعليقات التي جاءت على هذا الموضوع. أحمد يقول وزارة الداخلية أفشل منها، ماكو من وزيرها لأصغر موظف على مدى السنين، والوزراء الظاهرة منتشرة من قبل والهسة ما نسمع غير تصريحات يمتى تخلصونا من هالظاهرة. أعداد الموتى والطلقات التايهة أزيد من الراحوا بالحرب، كفر هذا، واحد يمشي بالشارع ويموت على شيء تافه. المفروض قانون المنطقة اللي تطلع طلقة منها ما يبقى بها شاب، كلها احجزهم، حتى العالم اللي حتى العالم اطلع الحيوان اللي قاعد يرمي وتبطل هالسالفه. العوجه اذا مو بالخوف ما تنحل. يعني يرى بانه يجب ان تكون السلطه في العراق والدوله شديده على هذا الموضوع من اجل حصر السلاح بيدها. في تعليق اخر، وفاة تقول الله اكبر على حكومه فاسده، لا كهرباء وطنيه، استيراد من دول الجوار، والله يعني والآن يعلنها خصخصة، يعني بيد التجار والشعب يشتري الكهرباء بالسوق السوداء منهم، لا صناعة لا تجارة لا بطاقة تموينية، والسلاح سائب بيد المراهقين والأطفال، حتى الشيوخ أكثرهم شقاوات لا يمتون للمشيخة بشيء. الشيخ يجب أن يكون عاقل فاهم مثقف محنك، هيبة وصدر ديوان. يا رب ارحمنا العراق إلى أين، واه يا وطني الجريح، آه يا وطني الجريح، الحكومة حرامية. تعليق آخر، علي يقول لكم حسبي الله ونعم الوكيل، ليش هيك، ليش هاي الطريقه الهمجيه، معقوله انتم بشر، ليش هذا الاستهتار بارواح الناس، ما تخافون من الله، تفجعون عوائل بسبب جهلكم، الله ينتقم من كل شخص اطلق العيارات الناريه، حسبنا الله ونعم الوكيل. تعليق اخر لدينا، احمد يقول التسلح بالانسانيه اقوى من السلاح، كم روح زهقت بتلك الاطلاقات العشوائيه التي لا تعبر عن شيء سوى عدم فهمنا للحريه. هناك عدة طرق للتعبير عن الفرح ليس بالسلاح فقط. وأيضا من ضمن التعليقات لدينا، مهند العراقي يقول أكو قانون عراقي، كل من أطلق عيارات نارية لأي سبب يسجن 6 أشهر ويغرم، لكن متى يطبق هذا القانون مرة ثانية؟ متى تطبق القوانين بشكل عام في العراق؟ وأخيرا أمير يقول يعني واحد بعد ما يتمنى العراق يفوز، بعد إذا أخذنا بطولة إيش راح تضربون، حسبي الله ونعم الوكيل. يختصر الموضوع بهذا الشيء، إذا هي كانت مباراة في الأدوار الأولى في الأدوار التمهيدية لهذه البطولة وحدث هذا الموضوع، فما بالك فعلا إذا تم الفوز باللقب. في فقرة بعد فقرة أراكم طبعا لدينا مجموعة من المقاطع، لضيق الوقت سنعرض المختصر الشديد لها. نتابع أصغر فندق في العالم بداية. عملته مشان أروج السياحة لهذه المنطقة، فلقيت إعجاب الجميع يعني من أجانب ومن عرب.
This place tells a story, it has a story behind it, and the host has a great story, so that's why we stayed here. في الختام أشكركم شكرا جزيلا مشاهدينا الكرام لطيب المتابعة، نلقاكم إن شاء الله في حلقات أخرى، إلى اللقاء.